آيس كريم الزبادي بالفراولة. طبعا الفراولة ممكن تستبدلوها بأي نوع فاكهة متوفر عندكم. الحكمة ان احنا ندخل للولاد اكتر حاجه هم بيحبوها الايس كريم في الصيف، لكن عايزين ندخل لهم الزبادي، مش كل ولادنا بياكلوا الزبادي، عايزين ندخل لهم الفاكهه، مش كل ولادنا بياكلوا الفاكهه. هنعمل الوصفه دي بزبادي جهينة، وطبعا انتوا عارفين ان الزبادي بيتخزن في الثلاجه سواء كان مفتوح او لا، والحقيقه انه في اكتر من يعني اكتر من ده حجم وده حجم واحد اكتر من 5 احجام للزبادي بتاع جهينة. دول الحجمين الكبار اللي احنا بنستخدمهم للطبيخ، فيبقى عندنا كميه كبيره نقدر نعمل فته، نقدر نعمل زبادي، نقدر نعمل ايا كانت الوصفه بيه. في بقى الحجم الاصغر منه شويه، وبعدين الاصغر منهم، وبعدين الصغير خالص اللي هو ايه العلبه بتاعه الشخص الواحد يعني الاكل دي. طيب الزبادي احنا خدناه وخدنا منه المقدار اللي هو 480 جرام اللي هو نص كيلو، وتلجناه في الفريزر. يعني بصوا العلبة دي الوزن بتاعها دي 2 كيلو، دي العلبة دي 2 كيلو اللي هي كبيرة قوي دي، وبعدين العلبة دي كيلو، وفي بعد كده نص، وبعدين في 200 جرام، وبعدين في بقى الصغيرة خالص اللي هي بتاعتنا اللي احنا بناكلها دي. احنا خدنا بقى نص العلبة دي، يعني دي كيلو واحد احنا خدنا نصها، عملنا فيه ايه؟ تلجناه في الفريزر عشان ناخد منه احلى يعني نتيجة، تمام؟ وبعدين خدنا 240 جرام من الكريمة الخفقة او الكريم شانتيه، وعندنا كوبايتين من الفراولة مفرومة ناعم خالص، وعندنا كمان بسكوت ده للتقديم، وممكن كمان تحطوا جوه الوصفة لو حبيتوا. هنعمل ايه بقى؟ عندي هنا، خلينا بس نجيب سباتولا عشان نقدر ننزل كل المقدار. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الكريمة هنا، هنحط الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اعتقد ان ده مجمد شويه زياده عن اللزوم، لازم افكه شويه او ادقه لانه ده ممكن ما يمشيش معايا في ال في العجان. طيب خلينا نجرب الاول، هنحط كمان الفراوله، هسيب شويه بقى احطهم على وش العلبه، احط هنا ايه الزبادي بتاع جهينة اللي جمدناه كويس، اغسل بس ايدينا عشان، وبعدين هقوم مشغلة العجان حلو قوي قوي. طيب نشوف بقى النتيجة أصبحت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا، ينفع يا أميرة نستخدم زبادي مش مجمد؟ طبعًا ينفع، بس أنا هنا النتيجة بالنسبة لي فورية، خلاص بقى عندي زبادي آيس كريم زبادي مجمد، استخدمنا فيه زبادي جهينة وعملناه بالكريمة والكريمة المخفوقة والفراولة، فده مجمد يعني فوري. طيب عايزين نستخدم زبادي مش مجمد قوي قوي، هيجرى ايه؟ مش هيجرى حاجه خالص. العلبه دي ليها غطا، اولا هي بتبقى متبرشمه كده، نفتح بقى عندنا الزبادي. طالما هناخد زبادي من العلبه ومش هنستخدم العلبه كلها، يبقى لازم المعلقه تكون ناشفه ونظيفه، مش مكانها اي حاجه. واقوم واخده الزبادي كده حطاه هنا، انا بوريكم انه ينفع، ينفع عادي جدا اهو، طالما مش هستخدم بقيه الزبادي يبقى الغطا ده بقى سحر عشان ما يخشش اي ريحه للزبادي جوه. اقفل اهو، واخد العلب على طول على التلاجه علشان لو سبتها بره تبوظ على طول، فهشيلها في التلاجه. وبمناسبه ان احنا جينا هنا، نفتح بقى
نجيب الايه بالمره العلب بتاعه الجزء المجمد. نقلب بقى الزبادي الطازه ده مع الزبادي المجمد بتاع جهينة مع الكريمه مع الفراوله. افتح العلبه، لازم تكون محكمه الغلق عشان الايس كريم ما يخشلوش لا التلج ولا ريحه وطعم من اي حاجه تانية. نقول بسم الله وننزل المقدار هنا. وناخد عليه شوية فراولة فريش، طبعا بدل الفراولة أي حاجة تانية ماشي الحال. أهو عايزين بقى لما بنروح دلوقتي الأماكن بتاعت الآيس كريم بنلاقيهم حاطين بسكوت مجروش مع الآيس كريم، موضة كده. فلو انتوا عايزين تعملوا كده قوي قوي أهو، ولا أي ولا بصوا ولا أي مشكلة أهو، عشان بس إيه احنا بنحب نتماشى مع الموضة، مش عشان بس نبقى عارفين بيتعامل ازاي الحاجة، لكن كمان لانه ولادنا لما بيجوا ياكلوا في البيت ما بيردوش ياكلوا عشان الحاجة ما بتبقاش زي بره، فنعملها لهم في البيت، هو الموضوع مش صعب. ادي الايس كريم اللي بالفراولة، وده اللي احنا جهزناه قبل اهو. وممكن تقدموه مع البسكوت اسمه ايه ده؟ ساندوتش، بس هو لسه متجمد قوي، فلو كمان عملت الساندوتشز من دلوقتي بصراحة على آخر الحلقة هيبقى شوربة، فممكن نستناه شوية، يعني ممكن نستناه شوية.